10 ايام وتبتدي الحكايه، حكايه حلوه برجاله جدعه. مش قادر استنى، مش قادر. في العشر ايام دول هنستنى وهنحلم ونتمنى نشوف منتخبنا في المونديال للمره الثانيه على التوالي. لو شريف مش في قايمه مصطفى هيسد، لو علاء مش في احسن حال هيبقى احسن واحد في الماتشين، هاني هيبقى هاني بايرد، ومصطفى فتحي هيعمل واحده من بتوعه، ومروان هيورينا اللي ما شفناهوش. صلاح موجود والشناوي وابو جبل هيامنونا، ورجاله النص مش هيسيبوا حد يعدي ويوصلوا لهم. ما تستنوش قايمه المنتخب علشان كلهم كده كده هيفرحونا، استنوهم في كأس العالم.